بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، هل من نصيحة للشباب ومنهم طلاب العلم الذين يتابعون مباريات كأس العالم في ثلث الليل، وفي شهر رمضان ستكون المباريات في أوقات صلاة العشاء والتراويح؟ الواجب على المسلمين أن يتركوا اللهو واللعب، وأن يقبلوا على عبادة الله عز وجل، ولا يضيعوا أوقاتهم لمتابعة المباريات أو غيرها من اللهو واللعب، خصوصا في شهر رمضان المبارك. الواجب على المسلمين عموما وعلى الشباب خصوصا، لأن بعضهم مغرم بالمباريات ومشاهدة المباريات، وهذه ما فيها فائدة بل فيها مضر، فيها ضياع للوقت. كيف الإنسان يضيع وقته الثمين ويضيع الموسم العظيم وهو رمضان في متابعة المباريات؟ هذه خسارة عظيمة لا تعوض. عليهم أن يتركوا هذا وأن يقبلوا على عبادة الله، لا سيما في شهر رمضان، يستغلوا أوقاته الشريفة في طاعة الله وفي قيام الليل والتهجد، هذا الذي أمروا به وهو الذي يبقى لهم ويجدونه مدخرا عند الله عز وجل.